احنا حبينا نخرج على المألوف، المألوف اللي هو كان العرض الأزياء هو الكل للشباب، لكن احنا حبينا نجيبوا المرأة اللي هي سنها كبير، وحابين نلبسوها باش تشعر اللي هي تنجم تعطي وتنجم تلبس وتنجم تخرج في حلة القديمة اللي هي ثقافتنا. مرة ما تحبش تقول على عمرها، أما أنا راني ثوازيام آج وفيغ دو ليتر، معناها لأن ثوازيام آج وبون فيفونت، ونحب اللبسة الحلوة والمكياجات والحاجات المزيانين والكل. أنا جيت باش نشجع أمي، معناتها خاطر هذه حاجة مش ديما تصير، معناتها عجبني ياسر الفكرة الكرياتريس هذيا. الحاجة اللي عجبتني فيها خذيت يعني الجبة التقليدية نتاعنا العربي، لا ريفيزيتي لا سوس موديرن لا موديرنيزي، زدتها ستايل. دونك هذه حاجة باهية للارتيزانات التونسية باش تغمتخ وكل جور معناها الصناعة التقليدية نتاعنا.